السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. اليوم رح أبلش سلسلة جديدة اللي هي التعليم الألماني، بس رح نتعلمه كيف بطريقة كتير سلسة. كيف يعني؟ يعني رح أحط لكم صور، تمام، وتحت منها بتجي تحت كل صورة في كلمة شو هي الكلمة، إن كان بالعربي وكان شو ترجمتها بالألماني، وبالإضافة إنه حنلفظها، حنشوف كيف طريقة اللفظ تبعها، تمام. هاي السلسلة بصراحة رح تكون طويلة، بس رح يعني اعرضها بطريقة انه بحيث انه ما نمل منها، يعني تمام. يعني كل فيديو رح اكون مثلا مدته حوالي من 10 ل 15 دقيقة، تمام، واذا مط اكتر يعني بكون الدرس هيك يعني، تمام. بس الفكرة انه حيكون طريقة كتير سلسة وسهلة، تمام. رح نتعلم فيها كل شيء من بداية للنهاية. كيف يعني بداية للنهاية؟ كلمات، رح أعطيكم كلمات، تمام. بالنسبة للمفردات والقواعد والقصص، هاي القصص فيك أنت تتعلم القواعد، تمام. في أساتذة دانين كمان عم يعرضوا بالقنوات القواعد، وبس تتعلم القواعد أنت بصير بقى بس عليك يعني تطبق الجملة، تمام. بس طبقت الجملة يعني بصير كتير سهلة. طبعا هي الفكرة أنك تتعلم كلمات، قد ما تعلمت كلمات منيح، تمام. ليش منيح؟ لانه انت وتتعلم الكلمات، هاي الكلمات اللي انت عم تتعلمها، بعد ما تتعلم انت كلمات تصير عندك معلومات كتير من الكلمات، بتصير القواعد عندك كتير سهلة بعدين. ليش؟ بصير انت بس تعلمت القواعد تكون انت عندك معلومات كبيرة من الكلمات، فانت بصير تطبيق الجملة عندك كتير سهل، بتطبقها بسهولة، تمام. فرح نبلش هاي السلسلة، سلسلة كلمات، وبالاضافة رح نتعلم كل شيء، يعني كان سيارات، كان في أسماء أشخاص، إن كان كتير شغلات يعني، تمام. يعني مثلا أسماء العيلة، مثلا الأب، الأم، الأخت، الأخ، الزوجة، الزوج، الصهر، البنت الأحمى، الكنة، يعني كل هالشغلات رح نتعلمه، بالإضافة إنه رح نتعلم أسماء كتير شغلات، إن كان بتعلق بالبيت، إن كان بتعلق بالعمل، إن كان بتعلق، يعني سلسلة حتكون كتير 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 حلوة بصراحة، تمام. ورح نشرح كل درس بدرسه، تمام، مشان ما يكون في ملل ويكون في إنه الموضوع صعب. أنا بصراحة هاي طريقة كتير استفدت عليها، تعلمت كلمات بقدر الإمكان، وبعدين تعلمت القواعد، وصرت أنا أطبق الجملة كيف ما أنا متعلم، تمام. فطريقة كتير حلوة وكتير سهلة وكتير ظريفة. خلونا نبلش، وبالإضافة إنه تعمونا واشتركوا بالقناة مشان تشجع إني أكمل واستمر بالموضوع، تمام. هلأ حنبلش نحن اليوم أول درس اللي هو المنشن، تمام. رح نبلش بهذا الدرس اللي هو المنشن، ومثل ما شايفين عنه هون مكتوب عنه هون دي فاميليا، تمام، وتحت مكتوب عنه هون ديرشتام باوم اللي هي شجرة العائلة، تمام. فهلا رح احكي واحدة واحدة وتشوفوا كيف بتلفظ كل كلمة ان شاء الله. هلا عنا هون اول صورة مثل ما كن شايفين مكتوب عنه هون دير شفيقة فاتا، دير شفيقة فاتا، اي اللي هو العم اللي هو ابو الزوجة، تمام. هلا عنا الصورة الثانية دي شفيقة موتا، دي شفيقة موتا، هاي الحماية، تمام. أهم شيء الحماية، بكون ديروا باكم على الحماية. هلا عنا الصورة الثالثة اللي هي دي إيفغاو، دي إيفغاو اللي هي الزوجة، تمام. كمان هون كنت تنتبهوا وديروا باكم. تمام، عنا هلا هاي الصورة اللي هو دير إيامان، دير إيامان، تمام، اللي هو الزوج. عنا هون هلا الصورة كمان هاي مكتوب دير شفاغا اللي هو أخو الزوج، تمام، أخو الزوج شفاغا. عنا هلا هون دي شفيغين، دي شفيغين اللي هي مرت الأخ، تمام، دي شفيغين، تمام. هلا عنا هون كمان
ديرش في جازون، هذا بيكون زوج البنت، يعني واحد عنده بنت زوج بنته اللي هو شفيقة زون، دير شفيقة زون. تمام؟ طبعا أخوه للعروس ما بيحسن يقول انه والله هذا ما أنا شفيقة زون، لا، لأنه هاي بس للأب، يعني الأب اللي هو بيكون حماه هو اللي لازم يقول إرست ما أنا شفيقة زون، تمام، انه هذا زوج بنتي. أما أخوه للبنت ما بيحسن يقول إرست ما أنا شفيقة زون، لأنه هذا بيكون صهره. تمام، فاذا بدي اقول له مثلا انه هذا صهري بدي اقول هذا ار است مانا شفاغا. تمام، هلا عنا هاي الصوره كمان، دي توختا، دي توختا اللي هو الابنه. تمام، عنا هلا كمان هاي الصوره، دير زون، دير زون الابن. تمام، هلا عنا هون دير انكلن، دير انكلن، تمام، اللي هو الحفيد الصبي. تمام، عنا هلا هون دي انكلن، دي انكلن اللي هي الحفيده البنت. تمام، هلا بننتقل للصفحه الثانيه، عنا هون دير جروس فاتا، دير جروس فاتا اللي هو الاب تبع العيله، يعني الجد. تمام، طبعا في إلى معنى هي بالعامية بطريقة تانية، فيك تقول Er ist mein Opa، يعني إنه الجد، بس هي هون مكتوبة Der Großvater. تمام، عنا هلأ الصورة هي التانية، Die Großmutter اللي هي الجدة كمان. تمام، تنقال بالعامية Die Oma. تمام، Sie ist mein Oma، إنه هي جدتي. تمام، هلا هون عنا لتحت دي موتا، دي موتا الام. تمام، عنا هون اللي بعدها دير فاتا، دير فاتا اللي هو الاب. تمام، عنا هلا هي اللي بعدها دي تانتا، دي تانتا. هلا التانتا بتصير للعمه وبتصير للخاله كمان، تنتين. تمام، بس انت بدك تحدد انه مثلا العمة سي است ماين تانتي فون ماين فاتا شفيستا، اودا زي است ماين تانتي فون ماين موتا شفيستا، يعني هي عمتي اخته لأبي او عمتي اختها لأمي. هلا عنا اللي بعدها دير اونكل، دير اونكل. تمام، اللي هو العم، العم كمان بصير الخال. هلا عنا هون اللي بعدها دي شفيستا، دي شفيستا اللي هي الاخت. تمام، عنا هون اللي بعدها دير برودا، دير برودا الاخ. تمام، عنا اللي بعدها اللي هو بتصير دي كوزينة، دي كوزينة. تمام، اللي هي ابنة العم، او بتصير كمان اب بنت الخال، بنت العم، بنت العمة. تمام، او للذكر بتصير ماين كوزين بدون هاي الاي ان اي. تمام، للذكر بتصير ماين كوزين، اما هون دي كوزينة اللي هي ابنة العم او ابنة الخال. تمام، عنا هون هلا دي نشتة، دي نشتة. تمام، دي نشتة اللي هي بنت الاخت، يعني انت بتكون خالة بنت الاخت. تمام، عنا هون آخر واحدة اللي هي دير نفي، دير نفي اللي هو كمان ابن الأخت اللي انت بتكون كمان خاله. تمام، هاي بالنسبة لهدول. هلأ رح أعطيكم كمان في كلمات تانية من ضمن هالموضوعات. تمام، هلأ عنا هون هاي الأسماء التانية. تمام، رح لكم ياها هلا كمان لفظ، وبالإضافة تكتبوها انتو إذا حبيتوا تكتبوها، موجودة عندكم. تمام، هلا في عنا هون مثلا مثل ما كن شايفين مكتوب أول كلمة اللي هي فوق الأقارب. تمام، الأقارب بتصير دير أو دي فيرفانتا، دير أو دي فيرفانتا. تمام، هاي الأقارب.
عنا اللي بعدها دي جروسي إلتن. دي جروسي إلتن اللي هو الجد والجدة مع بعض، تمام. الثالثة اللي هي دي إلتن. دي إلتن على حرف الار بلفظ هيك شوي ما بلفظ مزبوط يعني، تمام. فبتصير دي إلتن اللي هي الوالدان، تمام. عنا هلأ بعد منا داس إيا با. داس إيا با، تمام، اللي هو الزوجان. عنا دي تانتي مثل ما قلت لكم بتصير العمي أو الخالي، دي تانتي. عنا هون ليدي، هلا حرف الجي هون بكلمة ليدي اللي هو العازب تلفز إيه، تمام، أو في تقول ليديك بس هي تلفز ليدي، تمام. عنا كلمة متزوج فرهايغاتت، تمام، فرهايغاتت. عنا مطلق جشيدن. جشيدن انه منفصل او مطلق، تمام. عنا هي فرلوبت. فرلوبت اللي هو مخطوب، تمام. وهلا عنا فرفيتفيت. فرفيتفيت اللي هي الارمل، تمام. فرفيتفيت شوي صعبه هي بس هيك تجي. وعنا دير اونكل، كما قلت لكم بتصير الخال او العم، دير اونكل، تمام. هاي بالنسبه لهدول. هلا اليوم رح نكتفي بهدول الكلمات، ورح نتابع ان شاء الله بالدرس الجاي تكمله اسماء الاشخاص اللي دي منشن، تمام. وان شاء الله حتكون السلسله مثل ما تكون حلوه وظريفه. رجاء اللي ما له مشترك بالقناه يشترك بالقناه مشان نتشجع انه نكمل، واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو، وبتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى درس تاني إن شاء الله.